معنا من كييف مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية دكتور إيفان أوس. مساء الخير دكتور إيفان أوس، حدثنا عن ظروف هذا الحادث وبالتحديد مقتل وزير الداخلية، وما نوع المهمة التي كان سيتوجه إليها؟ السلام عليكم من كييف، greetings to you, to تحياتي لكم وللجمهور. صباح اليوم واجهنا هذه الكارثة، وبحسب المعلومات المتوفرة لنا حتى الآن يبدو أن المروحية كانت تطير على علو منخفض وبالتالي قد صدمت بمبنى الحضانة، وبالتالي كان هناك ضحايا من بين الأطفال لأن للأسف تحطمت هذه الطائرة في مبنى الحاضنة، وحتى الآن ثلاثة أطفال قتلوا. إذن أولا نعرف أن هناك كانت مشكلة تقنية مع المروحية، ثانيا يبدو أن كان هناك خطأ ارتكبه طائر الطيارة، وثالثا هناك بعض المشكلات الداخلية. إذن حتى الآن أظهرت التحقيقات هذه السيناريوهات الثلاث، ولكن نظرا إلى أننا في حرب مع روسيا ليس بإمكان القول أن ليس هناك من أي تدخل روسي في هذه الحادثة، ولكن حتى الآن بدأت التحقيقات فحسب. يعني حضرتك دكتور أوس ذكرت تقريبا أربع فرضيات، ولكنكم لغاية اللحظة تأخذون فرضية بأنها وقعت بنيران روسية بكثير من الحذر والتشكيك، أليس كذلك؟ كما تعلمين من الصعب القول حتى الآن إن روسيا هي مسؤولة عن هذا الحادث، ولكن من جهة أخرى كان هناك حادث مشابه حدث منذ تقريبا 12 عاما حين كانت الحكومة البولندية منها الرئيس كاتشينسكي قد لقوا حتفهم في حادث طائرة بالقرب من إحدى المدن الروسية، والآن بعد 12 عاما تقريبا على هذه الحادثة هناك معلومات بأن كان هناك تدخل روسي في هذه الحادثة، وفي هذه الحالة نحن نقوم بالقراقنة بين الحادثين. لماذا؟ لأن وزير الشؤون الداخلية ونائبه الأول بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الحكومة الداخلية في أوكرانيا كانوا في هذه المروحية بالذات وتوفي جراء هذا التحطم، بالتالي نحن نملك شكوك كثيرة بشأن هذا الموضوع. حتى الآن أنا لست مستعدا للقول أن روسيا هي مسؤولة، ولكن أنا أشعر بداخلي أن لروسيا ربما يد في هذه الحادثة، ولكن نحن انتظار التقرير النهائي. بغض النظر، هذا الحادث المأساوي يضع تحديات جديدة فيما يتعلق بالمسؤولين الأوكران، وطبعا وضع الطيران على الأجواء الأوكرانية. كيف تقيم ذلك سيد إيفان أوس في ظل هذه الحرب الضروس بين روسيا وأوكرانيا؟ بالطبع هناك مخاوف كثيرة، فمنذ بضعة أيام واجهنا أيضا كارثة في إحدى المدن الأوكرانية حين قتل 44 شخصا تقريبا، وقد ترتفع هذه الأعداد، ونعرف أنه للحظة الأولى فكرنا في العامل الروسي في هذه الحادثة، ولكن نحن نعلم أيضا أن كانت حالة الطقس كانت سيئة جدا، فمنذ يومين تقريرا كان درجة الحرارة أقل من صفر درجة مئوية، ولذلك لم يتمكن الطيار أن يرى أمامه حين كان يحلق بالمروحية. ويجب أن لا ننسى أن الطائرات والمروحيات لا تحلق على علو مرتفع جدا بسبب حالة الطقس، ونعرف أيضا أن هذه المروحيات تأخذ بالاعتبار أن القوات الروسية هي تركز كثيرا على المجال الجوي الأوكراني، علما بالتهديدات الروسية بإسقاط أي طائرة أو مروحية قد تحلق فوق بعض المدن، وبالتالي نحن نخشى أي تدخل روسي في هذه الحادثة. طيب، هل عرفت المهمة التي كان سيؤديها وزير الداخلية أو التي قام بها قبيل سقوط مروحيته؟
بحسب المعلومات المتوفرة نعرف أن وزير الداخلية كان ذاهبا إلى خرسون، ونعرف أن هذه المنطقة منقسمة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، إذا نعرف أنه ذهب إلى هذه المنطقة، وبحسب البيانات الرسمية ذهب إلى إحدى النقاط الساخنة في أوكرانيا، وكان من المتوقع أن يصل إلى هذه الجبهة النهائية، ولكن بالقرب من مدينة بروفاري كما نعلم هي إحدى ضواحي كييف، وهي ليست بعيدة جدا عن العاصمة بحد ذاتها، وحتى لو كان بدأ بمهمته لم يقطع المسافة طويلة حين وقعت المأساة، ولكن نحن نعرف أن وجهته الأخيرة كان من المفترض أن يكون بها منطقة خرسون. شكرا دكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، شكرا.